النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية التي نبدأها بتوقعات الأحوال الجوية اليوم الأحد، حيث بشكل عام تسيطر على المملكة كتلة هوائية حارة بشكل عام، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات المعتادة بما يفوق 10 درجات مئوية. يوم الأحد الأجواء تكون حارة في أغلب ومختلف مناطق المملكة، تكون درجات حارة تقريبا في العاصمة عمان 33 درجة مئوية في ساعات النهار، 34 درجة مئوية في المناطق الشمالية وإربد، تصل إلى تقريبا 29 درجة مئوية في جبال الشراء، 32 درجة مئوية في البادية الجنوبية، وتقريبا تصل إلى 37 درجة مئوية في خليج العقبة. والأجواء أيضا حارة بشكل عام، وفي المناطق الشرقية تصل إلى 35 درجة مئوية. تقترب درجات الحارة من 40 درجة مئوية في مناطق الأغوار، في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. يوم الاثنين يتقدم منخفض جوي خماسيني نحو شمالي الأراضي المصرية، مترافق مع كتلة هوائية حارة مختلفة عن المسيطرة على المنطقة، لكن كلتاهما تندمجان مع بعضهما البعض فوق المملكة، فيعمل ذلك على ارتفاع لافت في درجات الحرارة إلى مستويات قد تكون قياسية، حيث لا تسجل درجات حرارة بالعادة هذه المستويات في شهر نيسان إبريل، وتكون درجات حرارة أعلى بكثير مما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام. تنشط سرعة الرياح في كافة المناطق، ويتحول الطقس ويصبح أيضا مغبر في بعض الأنحاء خاصة في ساعات ما بعد الظهر. تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان تقريبا 35 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 24، تكون 38 درجة مئوية في المناطق الشمالية، والصغرى 21 درجة مئوية، تصل إلى 31 درجة مئوية في جبال الشراء، والصغرى 21، في البادية الجنوبية 34 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 24، تبقى 37 درجة مئوية في العقبة، والصغرى 30 درجة مئوية، وتكون 37 درجة مئوية في المناطق الشرقية، والصغرى 23 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، ولكن بالرغم من هذا الانخفاض تبقى درجات الحرارة أعلى بكثير مما هو معتاد عليه. يعني مثلا درجة حرارة يوم الثلاثاء 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 14، ولكن معدل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان تقريبا الآن 21-22 درجة مئوية. تكون في المناطق الشمالية 27 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 11 درجة مئوية، 26-14 في جبال الشراء. في المناطق الجنوبية من المملكة يتوقع أن تتأثر هذه المناطق بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر كميات من السحب والغيوم في المنطقة الجنوبية، بالإضافة أيضا إلى أجزاء من المناطق الشرقية، وتتهيأ الفرصة في ساعات العصر والمساء لأن تخطر بعض الزخات الرعدية من الأمطار في تلك المناطق. يتوقع أن تسجل درجة حرارة في البادية الجنوبية العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 18، تكون في خليج العقبة من 36 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 23، وتكون في البادية الشرقية 37 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 19 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء فتوالي درجات الحرارة انخفاضها، لكن مع التأكيد أن ذلك قابل للتغيير، حيث تشير بعض الخرائط إلى استمرار بقاء درجات حرارة مرتفعة يومي الأربعاء والخميس والجمعة، ولكن الآن حسب آخر القراءات فإن درجات حرارة المزيد من الانخفاض تقترب من جديد من معدلاتها المعتادة، مع أجواء تبقى يعني ربيعية دافئة في كافة المناطق. تبقى المناطق الجنوبية من المملكة على موعد مع أحوال جوية غير مستقرة قد ينجم عنها هطول لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في ساعات ما بعد الظهر. يوم الخميس درجات حرارة تكون وتبقى أعلى من المعدلات، مع أجواء مستقرة ربيعية دافئة في كافة المناطق بمشيئة الله تعالى. كذلك الأمر يوم الجمعة تعاود درجات حرارة للارتفاع من جديد إلى مستويات ثلاثينية، وبالتالي يعود الطقس الحار مع نهاية هذا الأسبوع. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع. طبعا ننصحكم خلال هذا الأسبوع بضرورة الانتباه بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما ندعوكم إلى الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة خارج أوقات الصيام، كما ننبه الجميع بضرورة الانتباه خاصة على الأطفال الصغار من مخاطر خروج وانتشار الحشرات في ظل هذه الأجواء. دمتم دائما بخير، وتقبل الله صيامكم. إلى اللقاء.
أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.